زياد الحوراني هو ناشط اجتماعي بالصف السابع، بيعمل فيديوهات توعوية بتحكي عن مشاكل المجتمع بفيديوهات كتير حلوة. اليوم معنا بالاستوديو مشان يحكي لنا أكثر عن حاله. زياد كيف حالك؟ أهلا زياد، قولي كيف بلشت بعمل فيديوهات هيك، صرت ناشط اجتماعي وبتعمل فيديوهات مفيدة لهالدرجة؟ يعني كل واحد فينا بيشوف اشياء غلط حواليه وبيسأل ليش، ممكن الناس تحكي له انه ما لك دخل او ما بنقدر نعمل اشياء، وكل واحد حر بحاله، بس انا بتضايق بهاي الفكره وبحب اشوف بلدي منيح. برافو عليك. فقررت اعمل هدول الفيديوهات على اليوتيوب، بس شفت انه كبر الناس حبوا الفكره، قررت اكبره على السوشيال ميديا والفيسبوك والانستغرام وصفحه خاصه. فبلشت اطلع على اماكن واتصور، واذا اشوف اشي خطا اتصور عنده عشان اورجي الناس انه الاردن فيه كثير ناس مناح، بس انه ما بعرفوا اذا في اشي غلط او لا. صح، ما شاء الله. يعني زيد صراحة مثال على الأطفال اللي جد ماشيين صح بالحياة، يعني مثال يحتذى به، وكمان تسمى بسفير الأطفال بالأردن. فكيف شعورك؟ تحس في نوع من المسؤولية هلأ صار عندك بما أنه كلمتك يعني ناس عم تسمع منها وفي كتير ناس عم بيقتدوا فيك؟ أكيد بنبسط بالاسم، ولما أسمع حالي هيك بشوف أنه عندي مسؤولية أورجي ناس بين الخطأ والصح. ما شاء الله عنك. طيب هلأ بدنا نحضر فيديوهات هيك قصيرة لإلك اللي قدمتها ونرجع نحكي فيها. Okay. الكل بيطمح يحقق أحلامه بالحياة، بس مشان يحققها لازم يكون عنده قوة اسمها الإرادة اللي رح تساعده يحقق أهدافه وطموحاته. لازم تعرف قيمة نفسك وتقدر مهاراتك، زيد ثقتك بنفسك، حفز حالك بقصص نجاح لآخرين، لا تستسلم للأفكار السلبية، ضلك تعلم وطور حالك، تذكر إنه الطريق الألف ميل بيبدأ بخطوة، الناس اللي بتنجح بالحياة مش أحسن منك. يعني جد برافو، برافو عليك زيد، كتير حلوين فيديوهاتك وطريقة حكيك كتير حلوة. قولي مين بيكتب معك المواضيع، مين بيصورك، مين بيساعدك بكل هاي القصص؟ هلا أنا بتجيني فكرة من أصحابي من الأخبار وكمان أماكن حلو، فلما يجوني بروح على أمي وأبوي، بصير أدور معاهم عن أفكار وأشياء أكتب عنهم، بس ألاقي إشي أكتب عنه بخليه إنه يكون منيح وطريقة حكي وبتدرب عليه، بعدين بخلي أمي تصورني حلو وبنشره. كتير حلو، قريبة هيك بيحكي فيها بطريقة قريبة للأطفال. صح يعني. بعدين قديش حلو دعم الأهل ودعم الأصحاب، يعني هذا أهم إشي، وبتستشيرهم بكل فيديو بتنزله. أكيد. وأصحابك بالمدرسة وهيك بتحس إنه أنت هيك الطفل المميز في المدرسة، بدعموك وبيساعدوك. طب حلو كتير. ما بتفكر بيوم من الأيام تعمل فيديوز هيك مع أصحابك، يعني في خصوص مثلا مشكلة صارت في المدرسة أو إشي زي هيك ممكن يكون موجود في أي مكان تاني؟ هلا اكيد. ولا انت المتحدث الرسمي باسمهم؟ لا عادي، نحن كنا اصحابنا عدل، انه كلنا زي بعض. ما احلاكم. كثير حلو. شو نفسك تصير بس تكبر؟ شو هيك طموحك زياد لما يتفرج لقدام؟ شو بتحب تكون لما تكبر؟ والله حابب اكون دكتور قلب. طب ان شاء الله، كثير حلو. دكتور قلب وراح تكمل تعمل فيديوهات وهيك وتوعويه وتكون مع المجتمع. نعم. ودراستك هلا كيف ماشيه؟ تمام تمام اكيد. ايش اكثر ماده بتحبها هيك في الدراسه؟ الانجليزي. حلو. عم بتوفق بين الدراسه والسوشيال ميديا؟ في اوقات لكل شيء. ابدا الدراسه لها وقتها، وخاصه انت بدك تصير دكتور، يعني لازم تكون شاطر وعلامات وابدا. صح. نعم 100%. واحنا متاكدين يعني طبعا عندك مسؤوليه كثير حلوه، وبدنا نشوفك عم تتطور وعم تستمر ان شاء الله على السوشيال ميديا، ونشوف كيف زيد الحوراني رح يتطور ليصير عن جد حدا مؤثر بمجاله في طريقه كثير اوسع واكبر. فاحكي لنا، بتحب تضيف هيك شيء؟ بس اولا حابب اشكر مدرستي المستقله لانهم دائما بدعموني وساعدوني، وحابب في كثير ناس بالسوشيال ميديا اشكرهم زي عمر زوربا، احمد سرور، هند خليفات. وفي بعمل فطورات لرمضان قريب وبعزم ايتام وعامل الوطن ما شاء الله. ما شاء الله عليك والله، بالتوفيق، كل التوفيق لك ان شاء الله.